تعرفنا على كل شيء مخبى بتنورين، بس يمكن بعد ما عرفتوا شو يعني تنورين وشو حاملة من تاريخ ديني وأثري فيها. تنورين ضيعة من كبريات البلدات اللبنانية بشمال لبنان قضاء البترول. معنى تنورين بيعني هو بيت النار والنور، يعني هو الموقد اللي كانوا يخبزوا عليه من أصل سرياني، بيت النور وبيت النار. وتزدهر بمزروعات والسياحة على أنواعها، كمان تعتبر من الحواضر بمعنى الثقافة والعلم على صعيد لبنان والمنطقة. تنورين بلدة 57 كنيسة، كنائس أكيد كنائس رعائية كبيرة بالإضافة لعدة أديار ولعدة محاوس. نحن حالياً واقفين أمام كنيسة المعروفة بدير مارشاليطة بتنورين الفوا. هذه الكنيسة هي أم الكنائس والأديار بتنورين، الأقدم تقريباً حسب المعلومات الموجودة بين إيدينا. على الأكيد يعود تاريخها إلى ما قبل الحقبة الصليبية، يعني عم نحكي فيها تاريخ أكثر من 1200 سنة. هذه الكنيسة كنيسة مارشاليطة تختصر تاريخ تنورين. أيضا هذه الكنيسة بجانبها مباشرة منشوف منزل جد القديس عبد الله الحرديني من ميلة أمه. مؤخرا تم إدراج كنيسة مارشاليطة بالإضافة للعديد من كنائس وأديار تنورين ضمن قائمة السياحة الدينية بلبنان، طبعا أدرجتها وزارة السياحة. تنورين ما بيخلص، لهيك بننصحكم تكونوا عم بتناموا بتنورين تكتشفوا كل الأثارات اللي فيها والمعالم التاريخية والدينية وأكيد مختلف النشاطات، وأكيد في مناطق لبنانية تانية فيها قصص حلوة كتير رح بتكونوا عم تتعرفوا عليها بتقارير مقبلة.